ما الذي يحدث في سلك التحكيم في الدوري الجزائري؟ صراعات داخلية واتهامات علنية وتصريحات نارية، فمن المتهم ومن البريء؟ أسئلة يصعب الإجابة عليها في ظل الغموض الذي يحوم في بطولة الأضواء. فبعد الصراع بين مجيبة وحمودي والذي خرج إلى العلن وأصبح حديث العام والخاص، جاء الدور على رؤساء الأندية الذين خرجوا عن صمتهم وسلطوا الأوضاع على أصحاب البدلة الصفراء مع نهاية كل جولة. فما صرح به كل من رئيس اتحاد خنشلة ومولودية البيض خير دليل على الوضعية الحالية التي يتواجد عليها سلك التحكيم. ناظر على التحكيم تاع اليوم اللي يعني تمثيلية موش تحكيم. نقول للسيد حمودي إذا هذا الحكام يخدموا ضد راي حاجة أخرى، وإذا هذا هم الحكام تاع البطولة الجزائرية حبسهم وعودوا ديرونا المقابلة النتيجة تاعهم. بل يارنا جزائريين نطلب من السيد وزير الشباب والرياضة وسيد رئيس الاتحادية إعادة النظر في لجنة التحكيم وخاصة تعيين جمال حيموزي. فالأغلبية أصبحت تحمل مسؤولية الهزيمة للتحكيم الذي لم يكن في المستوى، وبات الجميع يطالب بتدخل سريع وفوري لنائب رئيس لجنة التحكيم جمال حمودي الذي بدوره يلتزم الصمت في كل مرة. ناهيك عن رئيس الاتحادية الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف الذي يلعب دور المتفرج وغير مبال بالأوضاع الحالية. والسؤال المطروح الذي يتكرر في كل مرة، أين يكمن الخلل يا ترى؟ ومن المتهم ومن البريء؟ زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.